بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، برحب بيكم في تاني محاضرة من محاضرات الكونكتيف تيشو. المرة اللي فاتت أخذنا مع بعض الجراوند سابستنس والفايبرز، ومحاضرتنا النهاردة هتبقى عبارة عن تالت مكون للكونكتيف تيشو، ألا وهي الكونكتيف تيشو سيلز أو الخلايا بتاعة الكونكتيف تيشو. وهنشوف مع بعض إزاي ربنا هيهيئ الخلايا بتركيبها عشان تقدر تقوم بالوظيفة بتاعتها. خلينا كده مبدئيا نقول ان الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو بتتقسم لنوعين. نوع بقول عليه الريزيدنت تايب او الفيكسد تايب. ريزيدنت يعني ايه؟ يعني مقيم. فيكسد يعني ايه؟ يعني ثابت في مكانه. النوع ده من الخلايا بينشأ او بيتطور، وخلي بالك من كلمة ينشأ او يتطور، ده داخل الايه؟ الكونكتيف تيشو. يعني بينشأ من خلية ام وبيتطور جوه الكونكتيف تيشو وبيعيش فيها وبيقوم فيها بالوظيفة بتاعته. يعني كده بالظبط كأنه ايه؟ مواطن مقيم بصورة دائمة جوه ايه؟ جوه بلد معين، فهو ثابت في ايه او مستقر في ايه؟ في مكانه. الخلايا دي بتتميز انها خلايا ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ فاكرين لما اخدنا في تقسيمة الخلايا بتاعت الجسم تبعا لقدرتها على الانقسام، كانت الخلايا بتتقسم لثلاث أنواع. منها نوع كنت بقول عليه الستيبل أو الكويسنت. وقتها قلنا النوع ده معناه إيه؟ معناه إن الخلايا دي بتبقى طالعة برة السيل سايكل، يعني بتبقى في مرحلة الجي أو فيز، يعني خلايا ما بتنقسمش. ولكن في وقت الحاجة إليها لما يجي لها إشارة ترجع تدخل تاني في السيل سايكل وايه؟ وتنقسم. يبقى اذا الخلايا دي بتاعه الكونكتيف تيشو اللي هي الريزيدنت في الاحوال العاديه ما بتنقسمش، لكن لو جالها اشاره معينه انها تنقسم هترجع تاني وتنقسم. مش كده وبس، كمان النوع ده من الخلايا بيبقى لونج ليفد. لونج ليفد يعني ايه؟ يعني بيعيش لمده طويله. النوع التاني من خلايا الكونكتيف تيشو اللي بقول عليه ترانزينت. وترانزينت يعني ايه؟ يعني قاعد كده ترانزيت. عارف كده الترانزيت؟ زي كده الطيارة لما بتنزل في بلد ترانزيت وبعد كده تقوم ايه؟ تقوم رايحة على بلد تانية. يعني وضعها في هذه البلد ايه؟ غير دائم، مش مستقر، قاعدة شوية وماشية. او بقول عليها واندرينج. واندرينج يعني ايه؟ يعني خلايا متجولة. متجولة بمعنى ايه؟ بمعنى ان النوع ده من الخلايا منشأه ليس داخل الكونكتيف تيشو، وإنما بينشأ في مكان آخر بعيد عن الكونكتيف تيشو، وبعد كده لما تجيله إشارة معينة يجي ويهاجر على فين؟ على الكونكتيف تيشو. معناه إيه برضو؟ معناه ده إن النوع ده من الخلايا بينشأ من خلية جذعية موجودة في مين؟ في النخاع، في البون مارو، وبعد كده بتطلع الخلايا دي وتمشي في الدم، وبعد كده لما يجي لها إشارة معينة تقوم سايبة البلد، سايبة الدم، وتهاجر على إيه؟ على الكونكتيف تيشو. عشان إيه؟ عشان تقوم بوظيفة معينة. بوظيفة معينة. الوظيفة دي هتكون عبارة عن وظيفة مناعية عشان تقاوم ميكروب معين موجود في الكونكتيف تيشو. فإذا وضع الخلايا دي في الكونكتيف تيشو؟ لا، ده هي جاية عشان مهمة معينة وبعد كده إيه؟ سلام عليكم، وعليكم السلام. فعشان كده هي خلية إيه؟ ترانزينت. ترانزينت يعني إيه؟ زي ما قلنا، يعني وجودها بطريقة مؤقتة. واندرينج متحركة. متحركة ليه؟ لأنها بتيجي تتحرك من البلد وتروح على الكونكتيف تيشو. يبقى إذا مواصفات هذه الخلايا إيه؟ إنها خلية متحركة زي ما قلنا wandering cell، بتتحرك من البلد على connective tissue. إنها خلايا short lived. short lived يعني إيه؟ يعني بتعيش لمدة قصيرة، يعني بعد ما بتيجي تهاجر على connective tissue وتقوم بالوظيفة بتاعتها بتموت. فإذا هي بتعيش مدة إيه؟ قصيرة. وبما انها بتعيش مده قصيره فلازم ان يتم استبدالها بخلايا اخرى. مين اللي هيستبدلها؟ اللي هيستبدلها الخلايا الجذعيه الستام سيل اللي هتنقسم. علشان ايه؟ عشان تجدد لي هذا النوع من الخلايا اللي هو الترانزينت اللي بيعيش لمده ايه؟ قصيره. وده الكلام اللي احنا خدناه قبل كده لما قلنا ان في خلايا اسمها لابايل سيل. الخلايا دي بتتجدد باستمرار
وبتعيش لمدة قصيرة وبعد كده بتموت، واللي بيجددها الخلايا الجذعية اللي عايشة معاها في نفس الأورجان أو التيشو. اتفقنا يا شباب؟ طيب خلينا أقولك إن الريزيدنت تايبس من الخلايا دي عبارة عن أربع خلايا أساسيين. أول خلية اللي بقول عليها الأنديفرانشييتد ميزينكايمال ستيم سيلز، اللي هي الخلية الجذعية الأم بتاعة الايه الكونكتيف تيشو، اللي بتيجي تنقسم وتتحول لتاني خلية من الريزيدنت تايب اللي هي الفايبروبلاست، الخلية اللي هنقول عليها رشقة في كل مصلحة، من هنا وطالع هتسمع اسمها كتير جدا طول ما احنا ماشيين في الهيستولوجي. الفايبروبلاست دي خلية بتيجي تتحول لخلية أخرى أقل نشاطا منها اسمها الفايبروسايت، ودي تالت خلية عندنا كريزدن تايب من إيه؟ من الكونكتيف تيشو سيلز. والنوع الرابع اللي هو عبارة عن الأديبوسايت أو الفات سيلز أو الخلايا الدهنية. النوع التاني من الكونكتيف تيشو سيلز اللي هم الترانزيانت في منه نوعين، نوع بقول عليه البلازما سيل اللي هو النوع اللي بينتج الأجسام المضادة، والنوع التاني اللي هو اللوكوسايت أو اللي هي عبارة عن خلايا الدم البيضة. زي ما احنا شايفين ان الترانسيان تايب ده نوعه ايه؟ ها، نوعه مناعي، يعني الوظيفة بتاعته وظيفة مناعية، عشان كده بيجي في الكونكتيف تيشو عشان زي ما قلنا يقوم بوظيفة معينة، ألا وهو مقاومة ميكروب دخل جوه الكونكتيف تيشو. لكن يتبقى نوعين عندنا من الخلايا، اللي هما واحدة اسمها ماست سيل وواحدة اسمها ماكروفيج. ماست سيل وماكروفيج. وليه انا حاطه الخليتين دول كده لوحدهم جنبهم علامات استفهام؟ لان حصل اراء في تقسيمتهم، هل هما تبع الريزيدنت ولا تبع الترانسيانت. بمعنى الخلايا دي في مثلا مرجع زي راس اللي هو المرجع الكبير بتاعنا، معتبر ان هذه الخلايا تبع تقسيمه الريزيدنت سيلز. ليه؟ عشان الخلايا دي يا شباب بتتطور داخل الكونكتيف تيشو، بتتطور داخلها، يعني الخلية الأم بتاعتها هي مش موجودة جوه الكونكتيف تيشو، لكنها الخلية دي بتتطور جوه الكونكتيف تيشو. يعني إيه؟ يعني الخلية دي يا شباب بتطلع من خلية جذعية أو منشأها الأساسي الخلية الجذعية بتاعة الدم اللي اسمها الهيموبويتك ستيم سيل اللي عايشة في البون مارو أو النخاع. الهيموبويتك ستيم سيل دي بتيجي تنقسم وتتحول للخلية الأم بتاعة الماست سيل وبتاعة الماكروفيج. الخلية الأم بتاعة الماست سيل وماكروفيج بتيجي تهاجر على الكونكتيف تيشو وتتحول لماست سيل وماكروفيج، ويجوا الماست سيل وماكروفيج يعيشوا جوه الكونكتيف تيشو ويقوموا بالوظيفة بتاعتهم. ف الكتب اللي زي روس اعتبرت الخليتين دول ضمن الريزيدنت لان هم تطوروا من الخلية الام داخل الكونكتيف تيشو وفضلوا عايشين في مكانهم في الكونكتيف تيشو وقاموا بالوظيفة بتاعتهم. الا ان في كتب اخرى اعتبرت ان الماست سيل والماكروفيج ضمن الترانزيانت سيل تايب. ليه؟ لان الخليه الام بتاعتهم ها ما هياش موجوده في الكونكتيف تيشو. الخليه الام الاساسيه اللي هي مين؟ اللي هي الهيموبويتك ستيم سيل، اللي هي الخليه الام بتاعه ايه؟ بتاعه النخاع، اللي موجوده في ايه؟ في النخاع العظمي. لكن كمان ها خليني ازود لك على ايه القصيده بيت، ان في كتب بتعتبر ان الماكروفيج في انواع منها ريزيدنت تايب وفي انواع منها واندرينج تايبس. يعني ايه؟ يعني الكتب دي بتقول ان في انواع من الماكروفيج زي ما قلنا الخليه الام بتاعتها اللي هي هناخدها بعد كده اللي اسمها المونوسايت، اللي طلعت من الخليه الجذعيه بتاعت الدم اللي اسمها الهيموبويتك ستيم سيل. المونوسايت دي جت في الكونكتيف تيشو وديتنا الماكروفيج، وفضلت الماكروفيج عايشه وبتشتغل في الكونكتيف تيشو. فإذا في أنواع من الكونكتيف تيشو تعتبر ريزيدنت تايب، وفي نفس الوقت في أنواع تانية من الماكروفيج تعتبر ترانزيانت. ليه؟
لان الخلية الام بتاعتها اللي هي المونوسايت ها جت في الكونكتيف تيشو فقط لما كان في انفكشن، فقط لما كان في انفكشن زي ايه؟ زي كرونيك انفلاميشن، التهاب مزمن. ففي الحاله دي جت المونوسايت على الكونكتيف تيشو وتحولت لاعداد كبيره جدا من الماكروفيج. فعشان كده اعتبروا الماكروفيج في انواع منها ترانزيانت، لانها في الحاله دي جت على الكونكتيف تيشو فقط امتى؟ لما كان في اشاره موجوده في الكونكتيف تيشو اللي هو عباره عن الالتهاب المزمن اللي موجود في الكونكتيف تيشو نتيجه للميكروب. يبقى اذا انا دلوقتي همشي تبع انهي تقسيمه؟ والله انت شوف الكتاب بتاعك اللي انت ملزم بيه ماشي تبع انه تقسيمه وامشي، لان خلي بالك التقسيمات دي ما هياش تقسيمات ربانية، دي تقسيمات بشرية، فبالتالي هي قابلة وخاضعة لإيه؟ للاختلاف. فانت شوف الكتاب بتاعك ماشي على اساس ايه وامشي وراه. يعني انا زي ما قلت لك كروس المرجع الكبير بتاعنا اعتبر الماست سيل والماكروفيج ضمن الريزيدنت تايب، وكمان برضو اعتبر ان في انواع من الماكروفيج ضمن الترانزيان تايب. فاذا انت شوف كتابك ماشي تبع من فيهم وايه وامشي وراه، لان دايما ايه في العلم يا جماعة، العلم ده مش قرآن. فاذا العلم يخضع لايه؟ لاختلافات. فاذا الاختلاف ايه؟ مقبول طالما ايه؟ لم يغير في مضمون او صلب الموضوع. خلينا متفقين ان احنا دلوقتي هندرس الديفرنت تايبس بتاعت الكونكتيف تيشو سيلز. هندرسها من حيث ايه؟ من حيث شكلها الخارجي، من حيث تركيبها الداخلي ووظيفتها. وخلينا متفقين ان الشكل الخارجي بتاع الخلية ها مفهوش ليه، يعني مفهوش ليه ها شكل الخلية كده، لا الشكل الخارجي بتاع الخلية ربنا خلقه بيها كده عشان يميزها عن ايه؟ عن بقية الخلايا اللي حواليها. يعني انت كده لما ربنا يخلقك بشكل معين فيش حاجة اسمها ليه، فيش حاجة اسمها ليه، هو ربنا خلقك بالشكل ده عشان يميزك بيه. فبالتالي الشكل الخارجي للخلية مفهوش ليه، لكن اللي فيه ليه وليه وليه بقى ايه؟ ها ايه التركيب الداخلي اللي هو ربنا هيؤهل الخلية بهذا التركيب عشان تقدر تقوم بوظيفة معينة. هبتدي بأول خلية عندنا اللي هي اسمها الأندفرانشيتد ميزينكايمال سيل. أندفرانشيتد ميزينكايمال سيل من اسمها خلية غير متخصصة، غير متخصصة. ميزينكايمال يعني ايه؟ يعني طلعة من الميزينكايم، من الميزوديرم. يبقى دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية جذعية، ستيم سيل، هي دي المازر سيل بتاعت الكونكتيف تيشو سيلز. اللي هم مين الكونكتيف تيشو سيلز؟ اللي هم الخلايا مين؟ الخلايا الفيكسد، الخلايا الثابتة في مكانها، الخلايا الريزيدنت المقيمة في الكونكتيف تيشو. فإذا هي دي الخلية الجذعية اللي بتقدر انها تنقسم وتتحول لأنواع الخلايا من الكونكتيف تيشو اللي هي الفيكسد أو الريزيدنت تايب. طب يا ترى تركيبها ايه؟ هنقول شكلها زي ما قلت لكم الشكل الخارجي ملهوش ليه، بتبقى شبه النجمه كده وليها بروسيسز زوائد بتيجي تمسك في بعض بالمنظر ده. طب النيوكليس بتاعتها بتبقى وضعها ايه؟ انت متفق معايا خليه بتنقسم، هي خليه نشطه ولا لا؟ دي نشطه ونص. يبقى لازم النيوكليس بتاعتها تبقى ايه؟ لازم الكروماتين فيها يبقى اليوكروماتين، المفروض يبقى لازم النيوكليس تكون بتاعتي تكون ايه؟ تكون فاتحة، وده بيميز اي خلية في الدنيا بتقدر انها تنقسم. طب السيتوبلازم بتاعي هيبقى وضعه ايه؟ نسأل نفسنا هي الخلية دي محتاجة ايه من الأورجانيلز عشان تنقسم؟ محتاجة بروتين. يعني بروتين هيفضل جوه الخلية هتستعمله بنفسها ولا تطلعه برا؟ لو والله دي خلية هتكون بروتين تستعمله بنفسها أثناء عملية الانقسام، يبقى إذن هي محتاجة هنا إيه؟ محتاجة بوليزومز. بوليزومز، وطالما محتاجة بوليزومز ده هيخلي لك السيتوبلازم بتاعي إيه؟ بيزوفيليك. بيزوفيليك، وبنقول بيل بيزوفيليك. يعني إيه بيل بيزوفيليك؟ يعني بيبقى فيها كمية بوليزومز ها بتكفي لعملية الانقسام، كمية بوليزومز علشان يعمل لك البروتين اللي هتستخدمه في عملية الانقسام.
بمعنى ان كميه البوليزومز دي هي ما بتبقاش كتيره جدا 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 ومليانه الخليه، لا دي كميه كده متوسطه هتكفي اصنع بيها البروتين اللي هي ايه اللي هتستخدمه في الانقسام. فعشان كده السيتوبلازم ما بيبقاش دارك بيزوفيليك، لا بيبقى فيه كميه معقوله، فبقول عليها بيل بيزوفيليك. اتفقنا؟ نروح على تاني خليه عندنا اللي هي الفايبروبلاست، الخليه اللي راشقه في كل مصلحه، اللي هي الموست كومن سيلز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو. كل حاجه هنقعد نقول فايبروبلاست فايبروبلاست، الخليه اللي راشقه في كل مصلحه. يا ترى الخليه دي طالعه منين؟ طالعه من المذر سيل بتاعه الكونكتيف تيشو، من الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل، بما ان الفايبروبلاست دي خليه ها ريزيدنت اتولدت وعاشت واشتغلت وماتت في الكونكتيف تيشو. طب يا ترى ايه وظيفتها؟ وظيفتها جايه من اسمها، فايبرو يعني فايبرز وبلاست يعني فورمينج، يعني دي الخليه اللي هتكون ها الفايبرز بتاع الكونكتيف تيشو، ومش الفايبرز وبس، لا كمان الجراوند سبستنس. خلي بالكم زي ما قلنا كلمه بلاست معناها مكونه، فلما اقول فايبروبلاست معناها الخليه اللي بتكون الفايبرز. لما هنيجي ناخد في الكارتليج هناخد واحده اسمها كوندروبلاست، معناها ان خليه بتكون كارتليج. هناخد في البون اوستيوبلاست، معناها ان خليه بتكون البون. ودايما لما احط سافكس بلاست ده ها مقطع بلاست دي، معناها ان الخليه دي ايه؟ نشيطه نشيطه نشيطه. فبما ان الخليه دي نشيطه بتكون لك فايبرز وجراوند سبستنس، يا ترى ازاي ده هينعكس على تركيبها؟ تعالوا نشوف اول حاجه تركيب الفايبروبلاست باللايت مايكروسكوب، ونقول هي شكلها الخارجي ايه. بنقول والله شكلها الخارجي بيبقى سبيندل مغزلي وبيبقى ليها بروسيسز. طب النيوكليس بتاعتها وضعها ايه؟ ها انت متخيل ايه؟ خليه بتكون لك فايبرز وجراوند سبستنس، يبقى النيوكليس بتاعتي وضعها ايه؟ كبيره. فتحة ولا غامقة؟ لا طبعا فتحة، دي فيها يوكروماتين مفروض عشان يكون لي الفايبرز والجراوند سابستنس البروتين بتاعي. طب السيتوبلازم هنا وضعه ايه؟ ها والله هفكر معاكو، هي دلوقتي اللي هتكونه جراوند سابستنس وفايبرز، ده ايه؟ بروتين. بروتين هيقعد جوه الخلية ولا يطلع على برا؟ لا ده هيطلع على برا في الماتريكس. يبقى انا محتاجة هنا ايه جوه الخلية؟ محتاجة رف اندوبلازم كريتيكولم، ده الرف بيخلي لي السيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك. بس اسالك هل السيتوبلازم بتاعي هيبقى بيل بيزوفيليك ولا بيزوفيليك ولا دارك او ديبلي بيزوفيليك؟ ها قول لي انت. انا محتاجه هنا كميه ايه من الرف اندوبلازميك ريتيكولم؟ هل كميه متوسطه كده زي البوليزوم بتاع الاندفرانشيتد ميزينكايمال سيل؟ ها ولا محتاجة كمية رهيبة من الرف اندوبلازميك ريتيكولم عشان تصنع لي الفايبرز والجراوند سابستنس؟ اكيد انا محتاجة كمية رهيبة اللي هتخلي لي السيتوبلازم بتاعي ديبلي او دارك بيزوفيليك. علشان كده لما اجي اشوف بالالكترون مايكروسكوب بتاع الخلية بلاقي ان الفايبروبلاست دي بتبقى من عائلة البروتين سينستايزينج سيل. خلينا كده ناخد قاعدة ونمشي على مثل ان عائلة عبد الواحد كلها واحد. فاول ما اقولك ان دي خلية من عائلة البروتين سينستايزينج سيلز هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان هي هتلاقي فيها جواها كمية محترمة من الرف اندوبلازميك ريتيكولم، هتبقى مليانة على عينها على عينها بالرف اندوبلازميك ريتيكولم. ومش رف اندوبلازميك ريتيكولم وبس، ده كمان هيبقى فيها ويل ديفلوبد جولجي اللي هو هياخد لك البروتين اللي تصنع في الرف عشان يحقبيه في فيزيكل، ها وتطلع الفيزيكل على بره في الماتريكس بتاعي. بس خلي بالك ان الفايبروبلاست دي ما فيهاش سيكريتوري جرانيولز. ويعني ايه ما فيها سيكريتوري جرانيولز؟ يعني البروتين اللي بيتكون جواها ما بيتخزنش، لا ده مجرد ما بيتصنع بيطلع على بره على طول. يعني البروتين ده بيتعبى فيزيكال وليس سيكريتوري جرانيول، والحتة دي مهمة جدا جدا جدا. يبقى اذا الفايبروبلاست دي بتيجي وتصنع
او تطلع البروتين ده بانهي طريقه من طرق الاكزوسايتوزيس اللي خدناها في اول محاضره، هل ريجوليتد ولا كونستيتيوتيف؟ لا طبعا بالكونستيتيوتيف تايب، اللي هو بتصنع الحاجه فريش وتطلعها على طول من غير ما تخزنها جوه سيكريتوري جرانيولز. اتفقنا؟ خلينا اقول لك ان الفايبروبلاست دي بعد ما بتيجي تصنع لك الماتريكس الجراوند سبستنس والفايبرز، ايه اللي بيحصل؟ بتأنتخ، بتريح، بتتحول لخلية كويسنت. يعني كويسنت يعني خلية اقل في الاكتيفيتي اسمها الفايبروسايت. الفايبروسايت، وخلينا اقول لك ان سافيكس سايت ده او مقطع سايت معناها انها خلية اقل في النشاط، زي ما هناخد في الكارتليج كوندرو سايت وفي البون اوستيو سايت، وادي في الكونكتيف تيشو فايبرو سايت، معناها انها خلية اقل نشاطا من البلاست سيل. فاذا الفايبرو سايت دي طلعت منين؟ طلعت من الفايبرو بلاست بعد ما انتخت، مريحت بعد ما بقت لس اكتف. طيب وهي وظيفتها ايه؟ اي خلية جنبيها كلمة سايت في الدنيا معناها ان وظيفتها انها تعمل مينتننس للماتريكس. يعني ايه مينتننس ماتريكس؟ يعني صيانة للماتريكس. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت لك كده ان الفايبروبلاست دي هي عبارة عن المقاول اللي بنى العمارة، الفايبروسايت دي عبارة عن المسؤول بتاع الصيانة بتاع العمارة دي بعد ما اتبنت. يعني مسؤول الصيانة، يعني ده اللي هو ايه بي 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 بيحافظ لك على ايه، على المكونات بتاعت العمارة بتاعتك، لو حاجة كده باظت يقدر ان هو ايه يصلحها. فيعني ايه ان هو يعمل مينتنانس للماتريكس؟ مينتنانس للماتريكس معناها ان هي الفايبروسايت دي بتقدر تفرز ماتريكس جديدة عشان تكيفه لأي ميكانيكال ستريس واقع عليه. زي ايه؟ زي مثلا حضرتك لما بتزيد في الوزن، زيادة الوزن ده يعتبر ميكانيكال ستريس حصل على البون وعلى كونكتيف تيشو بتاعك، فتقوم جاية الفايبروسايت دي تفرز لك ماتريكس جديدة عشان تكيف لك الماتريكس او كونكتيف تيشو بتاعك للستريس اللي واقع عليه. وكلمة مينتنانس برضو معناها ان الخلية دي بتحافظ على وجود الماتريكس، يعني لو حاجة نقصت في الماتريكس ايه بتعوضه. ليه؟ عشان تحافظ على بقائه. طيب عايزين نشوف دلوقتي بما ان الفايبروسايت دي خلية اقل نشاطا من الفايبروبلاست، يا ترى تركيبها هيبقى ايه؟ تعال نشوف كده باللايت مايكروسكوب شكلها. انا عندي يا شباب ادي الفايبروبلاست وادي الفايبروسايت، عايزين نقارن ما بين خلية نشطة جدا وخلية اقل في النشاط. اول حاجة تعال نشوف في الحجم، ايه الفرق؟ هما الاتنين خلي بالك ليهم شكل مغزلي وهما الاثنين ليهم بروسيسز، بس انت متفق معايا مين اللي هيبقى اصغر في الحجم؟ اكيد الفايبروسايت الخلية الاقل نشاطا. مين البروسيسز فيه هتبقى اقل؟ اكيد الفايبروسايت الخلية الاقل نشاطا. مين النيوكليوس فيه هتبقى اصغر واغمى؟ اكيد الفايبروسايت بما انها اقل نشاطا. السيتوبلازم بتاع الفايبروسايت وضعه ايه؟ بقول ان هو بيبقى ايزينوفيليك. ومعنى ايزينوفيليك يعني ايه؟ معنى ايزينوفيليك ان هو بيبقى نيوترال. نيوترال يعني ايه نيوترال؟ يعني كميه الاورجانيلز فيه بتبقى قليله، ها، بحيث ان مفيش حاجه هنا واخده الابر هاند. فلما بتبقى كميه الاورجانيلز قليله ده بيخلي لك السيتوبلازم بتاعك نيوترال، لا اسيدك ولا بيزك. فالنيوترال سيتوبلازم ده بيبقى ايزينوفيليك. الطبيعي بتاع نيوترال سيتوبلازم ان هو بيبقى ايزينوفيليك، لأن لون السيتوبلازم في الحالة دي بياخد لون الأغشية اللي محوطة الأورجانيلز اللي موجودة، والأغشية دي زي ما أخدنا قبل كده بتتكون من بروتينات، والبروتينات دي بتتكون من إيه؟ من أمينو أسيد، زي أي سيل ممبرين يا جماعة. ما هو السيل ممبرين ده زي ما قلنا قبل كده زيه زي إيه؟ زي الممبرين اللي هو إيه محوط لك الأورجانيلز، نفس التركيب بإيه؟ باختلافات طفيفة. فإذا الأغشية اللي محوطة الأورجانيلز دي البروتين بتاعها بيتكون من امينو اسيد،
والامينو اسيد اللي بتكونها زي معظم الامينو اسيد في جسمنا بتبقى بيزك امينو اسيد، امينو اسيد قاعديه، عشان كده بتاخد ايه الايوسين ستين. فعشان كده في هذه الحاله بيظهر السيتوبلازم باللون البينك. اي سيتوبلازم بيبقى نيوترال متعادل، ها معناه ان هو بيبقى لونه بينك، لانه في الحاله دي بياخد لون الاغشيه او الميمبرينز اللي هي محوطه لك ايه الأورجانيلز. طب تعالى نشوف بالإلكترومايكروسكوب كمية الأورجانيلز هتبقى إيه؟ أكيد هتبقى في الفايبروسايت أقل، رف أقل، جولجي هيبقى أصغر عشان دي خلية أقل نشاطا. إلا إن هو ما يمنعش إن لو الماتريكس ده حصل فيه إنجري، تلف على نطاق واسع، بتقدر إن الفايبروسايت دي ترجع وتتحول للخلية الأكثر نشاطاً ألا وهي الفايبروبلاست، عشان تقدر أنها تصلح الماتريكس ده أو تجدد في الماتريكس. اتفقنا يا شباب؟ ده كده جدول مقارنة عملت لكم ما بين الفايبروبلاست والفايبروسايت، هسيبه لو حد عايز ياخده سكرين شوت. نروح على رابع خلية عندنا ألا وهي الفات سيلز أو الأديبوسايت. أديبوسايت من اسمها سايت يعني خلية، وأديبو يعني الخلية اللي بتحتوي على الفات سيل أو الدهون. سوري، الخلية بتحتوي على الفات أو الدهون. يا ترى بتطلع منين؟ بتطلع برضو من الخلية الأم اللي هي الأنديفرانشيت الميزينكايمال سيل، بما إن الفات سيل دي الخلية اللي هي بتبقى برضو زي الفايبروبلاست ريزيدنت أو فيكسد. وظيفتها من اسمها ان هي بتخزن الفات اللي هو بيبقى مصدر للطاقة. طيب تركيبها بيبقى ايه؟ والله انا في عندي نوعين من الفات سيل. نوع بقول عليه اليوني لوكيلر اديبوسايت. يعني ايه يوني لوكيلر؟ يوني يعني وان، لوكيلر جاية من لوكس يعني ايه؟ يعني جوة الخلية بيبقى فيها only one single large lipid droplet. يعني بيبقى فيها واحدة فقط دروبلت من الليبيد. دروبلت تصغير بتاع دروب، نقطة. فهي بتبقى جوه الخلية عاملة زي ايه؟ نقطة كده، ايه؟ نقطة واحدة، نقيطة كده واحدة، ها، من الليبيد جوه الخلية. فده الاسم بتاعها جاي من يوني لوكيلر. شكلها بيبقى ايه؟ خليني اقولك ان اليوني لوكيلر فات سيل دي بتبقى خلية كبيرة. الفات سيل دي خلية كبيرة وبتبقى شكلها مدور سفيريكال. السيتوبلازم بتاعها بيبقى مليان او بيبقى اوكيوبايد بمعنى اصح، يعني بيشغله زي ما قلنا سينجل لارج ليبيد دروبلت، ليبيد دروبلت واحده كبيره، ها، بتشغل لك معظم السيتوبلازم، بتسيب لك يا دوبك كده فيري فاين ريم من السيتوبلازم، ها، يعني بيسيب لك يا دوبك جزء رفيع خالص من السيتوبلازم. ومش كده وبس، دي كمان بتيجي تزق لك النيوكليوس بتاعتك ناحيه السيل ميمبرين، فتخلي لك النيوكليوس دي مبططه وتبقى بريفرال يعني على الطرف بتاع الخليه، وترفع لك السيل ميمبرين فوقيها بالمنظر ده. فبسمي المنظر بتاع النيوكليوس ده سيجنت رينج ابيرنس. يعني ايه سيجنت رينج ابيرنس؟ عارفين كده يا شباب المحبس، المحبس اللي هو بيتلبس فوق الدبلة، عارفين كده لما البنت تيجي تتخطب بتلبس كده فوق الدبلة محبس، تمام؟ قال يعني عشان الدبلة يعني اما تفضل محبوسة يعني ما تتفسخش الخطوبة. قال يعني المحبس ده بيبقى فيه في النص كده حتة مرفوعة بارزة، فالمنظر البارز ده بتاع المحبس اسمه سيجنت رينج. فالنيوكليوس اتسمت على مسمى المحبس السيجنت رينج، لان هي جت ورفعت السيل ميمبرين فوقيها بالمنظر ده. فالمنظر ده بيبقى مميز جدا لمين؟ للفات سيل النيوكليوس بتاعتها اللي اسمه السيجنت رينج ابييرنس. ده النوع اللي بقول عليه اليوني لوكيلر. النوع الثاني اللي بقول عليه المالتي لوكيلر اديبوسايت، ومن اسمه مالتي يعني ايه؟ متعدد. يعني ايه؟ يعني ده عكس اليوني لوكيلر، يعني السيتوبلازم مش فيه بقى سينجل لارج ليبيد دروبلت واحده، ها لا، دي فيه ايه؟ دي فيه مالتيبل ليبيد دروبلت، كذا ليبيد دروبلت. خليني اقول لك ان الخليه المالتي لوكيلر دي بتبقى اصغر في الحجم من اليوني لوكيلر، وبتبقى لحد ما بتبقى مضلعه.
النيوكليس فيها بتبقى في النص وبتبقى مدورة. وخلينا أقولك إن أسفة خلينا أقولك إن السيتوبلازم بتاعك بيبقى مليان بحاجتين. أول حاجة بالليبيد دروبلتس اللي احنا قلنا عليها. تاني حاجة هتلاقي فيه كمية محترمة من الميتوكوندريا. ويا ترى ايه فايدة الميتوكوندريا دي؟ خلينا أقولك إن الميتوكوندريا دي وظيفتها في المالتي لوكيلر زي ما هنشوف بعد شوية إنها بتعمل طاقة، بس الطاقة دي ما بتتخزنش على شكل ATP زي ما خدنا قبل كده، لا دي بتطلع على شكل هيت أو حرارة. علشان إيه؟ عشان تحافظ على درجة حرارة الجسم بتاعك. اتفقنا؟ ده كده مقارنة عملت لكم ما بين اليوني لوكيلر والمالتي لوكيلر فاتسل، حسيبها لو حد عايز ياخدها سكرين شوت. نروح على خامس خلية عندنا اللي هي الماست سيل. ونقول الماست سيل طالعة منين؟ لا والله دي طالعة من خلية جذعية موجودة في البون مارو اللي اسمها الهيموبويتيك ستيم سيل، اللي تيجي تنقسم وتتحول للخلية الأم بتاعة الماست سيل، وتيجي الخلية الأم تروح على الكونكتيف تيشو وتتحول للماست سيل. طيب هي ايه وظيفة الماست سيل؟ وظيفتها انها بتفرز حاجتين، حاجة اسمها هيستامين وحاجة اسمها هيبرين. الهيستامين ده عبارة عن ايه؟ الهيستامين ده هو ده اللي بيسبب اعراض الالرجي او الحساسية. حساسية يعني ايه؟ يعني انت كده مثلا لما اقولك انت عندك حساسية يعني بيبقى عندك ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي فيه طفح جلدي على جسمك، ممكن تلاقي فيه هرش، ممكن يحصل لك تزييق في صدرك مش عارف تاخد نفسك، ممكن يحصل لك احمرار في عينك، النوز بتاعتك بتبقى رانينج روز تقعد كده مناخيرك تسيح، تمام؟ كل دي اعراض حساسية. عشان كده حتى لما بيجيلك حساسية بيقولك الدكتور خد حاجة ايه اسمها انتي هيستامينك، ضد الهيستامين، لان الهيستامين هو ده مسبب الحساسية. طب والهيبرين ده بيعمل ايه؟ الهيبرين ده يا جماعة معروف ان هو انتي كواجولانت. يعني ايه انتي كواجولانت؟ يعني بيمنع الكواجوليشن بتاع البلد، بيمنع تجلط الدم، بيمنع حدوث جلطة في الدم. بالاضافة هنا ان هو بيبقى له دور مهم جدا في حدوث الانفلاميشن او الالتهاب اللي هي بيبقى مصاحب لايه؟ للحساسية. طب عايزين نشوف الماست سيل دي تركيبها ايه؟ خليني أقولك إن باللايت مايكروسكوب بلاقي إن الماست سيل دي خلية كبيرة، بيبقى ليها نيوكليس صغير، بيبقى ليها نيوكليس مدورة وفي النص. إلا إن أنا لو ما أجي أشوف أنا مش شايفة نيوكليس. أنا مش شايفها ليه؟ لأن النيوكليس حصل لها أوبسكيور، يعني اختفت، ها، نتيجة لوجود كمية محترمة من البيزوفيليك جرانيولز اللي خفت النيوكليس دي. وايه البيزوفيليك جرانيولز دي؟ ايه الحبيبات البيزوفيليك دي؟ الحبيبات اللي بتحتوي على الهيستامين والهيبارين. طب هي ليه ظهرت بيزوفيليك؟ نتيجه للكونتنت بتاعها من الهيبارين اللي هو بيبقى سلفيتد، فعشان هو سلفيتد فعشان كده بياخد البيزك داي. يبقى اذا بالالكترومايكروسكوب انا متوقع هلاقي ايه؟ ادي السنترال راوندد نيوكليس بتاعتي، وادي ال جرانيولز اللي هي السكريتوري جرانيولز اللي بتحتوي على الهيستامين والهيبارين. فبقول ان الخلية بتبقى مليانة على عينها بايه؟ بالسكريتوري جرانيولز. يعني انت كده جاي بص جوه الخلية مش شايف غير ايه؟ غير سكريتوري جرانيولز. خليني اقولك ان الماست سيل دي بتطلع الهيستامين والهيبارين، ها، بحاجة اسمها دي جرانيوليشن. يعني ايه؟ يعني ايه كلمة دي جرانيوليشن؟ يعني لما بيجي يدخل الجسم حاجة اسمها ألرجين. يعني ألرجين؟ ألرجين يعني مسبب للحساسية. يعني ايه مسبب الحساسية؟ يعني مسبب الحساسية زي حاجة زي الفود أنتيجين. واحنا اتفقنا قبل كده ان كلمة أنتيجين معناها اي تركيب يقدر ان هو يحفز الجهاز المناعي بتاعك. فكلمة فود أنتيجين معناها ان الاكل ده
في جواه حاجة هتحفز الجهاز المناعي، حاجة هتسبب حساسية بقول عليها الالرجين. زي ايه مثلا؟ زي الناس اللي بتاكل شوكولت، في ناس بتاكل شوكولت بيجي لها حساسية، في ناس بتاكل بيض بيجي لها حساسية، في ناس بتاكل فراولة بيجي لها حساسية. فده بسميه فود انجن او الالرجين. الفود انجن ده لما بيجي بيدخل الجسم بيبقى فيه على سطح الماست سيل مستقبلات معينة، ودي عبارة عن نوع معين من الأجسام المضادة. فبيجي الفود أنتيجين ده بيتحد مع المستقبلات دي، فبيخلي الماست سيل دي يحصل لها إيه؟ يخلي الجرانيولز بتاعتها تتحرك ناحية السيل ممبرين وتبتدي تفضي المكونات بتاعتها بالإكزوسايتوزيس. بسمي العملية دي دي جرانيوليشن. فيطلع الهستامين والهيبارين يعمل لك أعراض الحساسية والالتهاب المصاحب للحساسية. وده كده أنيميشن بيوضح إزاي بيحصل دي جرانيوليشن للماست سيل. آدي شباب الخلية بتاعتي، آدي الريسبتورز اللي على السطح بتاعها، وده عبارة عن الألرجين أو الأنتيجين أو مسبب الحساسية. اللي بيحصل إيه عندي؟ إن الألرجين لما بيجي بيمسك في الريسبتورز بتاعتي بيحصل إن الجرانيولز اللي موجودة جوه الخلية تتحرك ناحية السيل ميمبرين وتفرز المكونات بتاعها بره الخلية بالإكزوسايتوزيس عادي خالص زي ما إحنا أخدنا قبل كده. شايفين؟ زي ما يكون كده إيه؟ بتطلع مدافع رشاشة أهي، بصوا شايفين، من الخلية بالمنظر ده. ده اللي اسمه اللي بنسميه الدي جرانيوليشن. اتفقنا؟ خلينا أقول لك برضو إن الماست سيل دي في حاجة بتميزها اسمها الميتاكروميزيا. يعني إيه ميتاكروميزيا؟ ميتاكروميزيا معناها إن أنا لما أجي أستخدم صبغة، الصبغة دي بتصبغ لي جرانيولز، فالصبغة دي بتدي الجرانيولز لون عكس لون الصبغة الأساسية. يعني إيه؟ يعني أنا لو جيت استخدمت صبغة اسمها توليجين بلو عشان أصبغ بيها الماست سيل، هصبغ بيها الجرانيولز بتاعت الماست سيل، فأنا متوقع أن الجرانيولز دي مفروض يبقى لونها إيه؟ زي الصبغة، لونها بلو. إلا أن أنا حلاقي أن الجرانيولز دي مش هتتصبغ بلو، هتتصبغ بلونها بيربلش، يعني لون كده زي الفايلوت المحمر. يبقى إذن الجرانيولز أخدت لون غير لون الصبغة. طب ده بيحصل نتيجة لإيه؟ نتيجة لوجود الهيبارين جوه السكريتور جرانيولز. الهيبارين ده السلفيت بروتوجلايكان ده ادى لون غير لون الصبغة، وده اللي اسمه الميتاكروميزيا. اتفقنا؟ خلينا متفقين برضو ان احيانا الناس لما بتيجي وهو الناس المعينة السنسيتيف الحساسة لحاجة معينة من الالرجين، لحاجة معينة مسببة الحساسية، زي مثلا فور اكزامبل نوع من انواع الانتيبيوتيك المضادات الحيويه، بيحصل ان نتيجه ان اخذت المضاد الحيوي ده بيحصل ان كميه كبيره من الماست سيل بتيجي وتطلع كميه رهيبه او تعمل دي جرانيوليشن لكميه كبيره من الجرانيولز بتاعتها، فتطلع لك في الدم كميه كبيره جدا من الهيستا او في كونكتيف تيشو كميه كبيره جدا من الهستامين والهيبارين. فلما يطلع كمية كبيرة من الهستامين والهيبارين بتحصل حاجة اسمها أنافيلاكتيك شوك. يعني أنافيلاكتيك شوك يعني تلاقي إن الشخص ده حصل على وشه طفح زي ما أنت شايف بالمنظر ده، ابتدى يحصل له هرش بطريقة فظيعة، ابتدى يحصل له ضيق في الجهاز التنفسي، ابتدى جسمه يورم بالمنظر ده. لما يحصل للشخص ده الحالة اللي انت شايفها دي، الحالة دي بسميها عاجل مليون. يعني ايه عاجل مليون؟ هتفهم الكلمة دي لما تبقى ان شاء الله نايب في البطن او في الجراحة. عاجل مليون معناها ان الشخص ده لازم في الحال ياخد حقنة ادرينالين في الحال وإلا هيموت نتيجة لضيق في الجهاز التنفسي بتاعه. اتفقنا يا شباب؟ نروح بعد كده على الخلية اللي عندنا اللي هي اسمها الماكروفيج. والماكروفيج من اسمها ماكرو يعني كبيرة، وفيج يعني آكلة، يعني دي خلية كبيرة في الحجم ووظيفتها إنها آكلة.
طب يا ترى بتطلع منين؟ بتطلع من خلية في البلد اسمها مونوسايت. المونوسايت دي خلية بتطلع من البون مارو وبعدين بتمشي في البلد وبعدين تروح على الكونكتيف تيشو ويبقى اسمها ماكروفيج. وظيفتها من اسمها فاجوسايتوزس، انها بتاكل اي جسم غريب سواء كان بكتيريا او غيره او خلية ميت، فوظيفتها فاجوسايتوزس. طب يا ترى ايه شكلها؟ ايه تركيبها؟ ربنا هيهيئها ازاي للوظيفة دي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض شكلها هيبقى ازاي. عارف كده شكلك اول ما تيجي كده تشوف في امتحان الام سي كيو اهو بنفس المنظر كده بالظبط. انت ايه اللي بيحصل لك اول ما بتشوف الامتحان؟ بتلاقي ها وشك اتعوج، بقك اتفتح، عينيك بحلقت. هو ده بالظبط منظر الماكروفيج، بمعنى ان وشك اللي اتعوج ده اللي بقى الريجولر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شكل الخلية اللي هي ايه؟ الريجولر. وهي ليه الريجولر؟ ليه شكلها غير منتظم؟ نتيجة ان هي بتيجي وتمد سودو بوجيا علشان ايه؟ ها؟ عشان تقدر تتحرك وتروح للبكتيريا علشان تاكلها. طيب تعال على بقك، ها اللي هو اتفتح، بقك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن النيوكلياس بتاعتي اللي بيبقى شكلها كيدني شيب، شبه كده الكيدني الكلى، وبتبقى اكسنتريك. ويعني ايه يا شباب كلمة اكسنتريك؟ كلمة اكسنتريك معناها ان هي بتبقى مزقوقة من السنتر، يعني هي لا في النص ولا في البريفري على الطرف، دي بتبقى ها ما بين السنتر والبريفري، بقول عليها اكسنتريك. طب ويا ترى ايه اللي زقها من السنتر؟ اللي زقها عينيك اللي بحلقت. هي مين عينيك اللي بحلقك؟ النيوميروس لايزوزومز اللي موجودة، اللي وظيفته ان هو يعمل بي ايه؟ فاجوسايتوزيس، اللي وظيفته ان هي ايه؟ ان هي تعمل بيها عملية الفاجوسايتوزيس. عشان كده لما اجي اشوف الخلية الماكروفيج بالالكترومايكروسكوب هلاقي ادي السودوبوديا بتاعتي، هلاقي النيوكليس بتاعتي اللي هي بتبقى كيدني شيب واكسنتريك، هلاقي فيه النيوميروس لايزوزومز اللي انا شايفاه الاسود ده، اسود وفي اسود وفي ابيض. اتفقنا؟ نروح على اخر خلية عندي الا وهي البلازما سيل. والبلازما سيل دي بتطلع منين؟ بتطلع من خلية من خلايا الدم اسمها الليمفوسايت. وانا عندي فيه نوعين من الليمفوسايت هناخدهم، نوع اسمه تي ليمفوسايت ونوع اسمه البي ليمفوسايت. فهي بتطلع من البي ليمفوسايت. ايه وظيفة البلازما سيل؟ البلازما سيل دي بتكون لك الانتيبودي او الاجسام المضادة اللي بتكون ضد اي جسم غريب هيدخل الكونكتيف تيشو. طب يا ترى شكل البلازما سيل ايه باللايت مايكروسكوب؟ اولا شكلها الخارجي اللي اتفقنا ان هو ملوش ليه، ان هي بتبقى كبيرة في الحجم وبتبقى بيضاوية. طب النيوكليس بتاعتي وضعها ايه؟ النيوكليس بتبقى لحد ما مدورة وبتبقى برضو اكسنتريك زي بتاعت مين؟ زي بتاعت الماكروفيج، يعني اتزقت من السنتر. اتزقت بايه؟ بكمية الأورجانيلز المحترمة اللي موجودة جوه السيتوبلازم اللي هناخدها بعد شوية. وخلينا اقول لك ان ربنا بيخلق النيوكليس بتاعت البلازما سيل بحاجة مميزة في شكلها جدا. ايه هي؟ ان بقول عليها ان ليها شكل كارتويل ابيرنس. يعني ايه كارتويل ابيرنس؟ كارتويل يعني شبه كده العجلة بتاعت العربية الحنطور. المنظر المميز ده هو له فايدة؟ لا ملوش فايدة، لكنه بيبقى مميز very characteristic للنيوكليس بتاعت البلازما سيل. يعني اول ما اشوف النيوكليس بتاعت البلازما سيل ليها كارتويل ده شبه عجلة العربية الحنطور، ها بقول على طول انها بلازما سيل. طب المنظر ده جه منين؟ جه نتيجة لتوزيع كروماتين جوه النيوكليس. فهنقول مع بعض ان الجزء الخارجي ده عبارة عن نيوكليير ميمبرين اللي احنا خدناه، ودي عبارة عن نيوكليولس. بيجي كروماتين ويطلع زي التل كده من نيوكليير ميمبرين ويتجه ناحية النيوكليولس زي منظر ايه؟ التلال كده بالظبط، التلال. فيديني منظر الكارتويل ابيرنس بتاعة النيوكليس. طب تعالالي على السيتوبلازم وضعه ايه؟ والله هنفكر مع بعض. هو انا دلوقتي عندي ايه هيكون في البلازما سيل؟ هيكون انتي بودي، وده عبارة عن
بروتين. جميل، يبقى انا محتاجة ايه؟ محتاجة حاجة تصنع لي بروتين. هو الانتي بادي ده هيفضل جوه الخلية ولا هيطلع على برة؟ لا والله ده هيطلع على برة. يبقى انا محتاجة ايه؟ محتاجة راف اندوبلازميك ريتيكولم عشان يصنعه، والراف ده هيخلي لي السيتوبلازم ايه؟ هيخلي لي السيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك. بس انت متفق معايا انا كمية الراف اللي هتبقى موجودة جوه الخلية هتبقى قد ايه؟ ده انا بصنع ملايين الانتي بوديز، ملايين الانتي بوديز. يبقى انا هتبقى عندي كميه محترمه من الراف اندوبلازميك ريتيكولم، هتخلي لي السيتوبلازم بتاعي دارك بيزوفيليك. ده مش كده وبس، ده كمان هيبقى عندي كميه محترمه من الجولجي اباريتس اللي هو ها هيعمل لي موديفيكيشن، تعديل في البروتين ده ويطلعه في فيزيكال في حويصلات على بره. بس المشكلة في ايه يا شباب؟ مشكلة ان للأسف الجولجي ما بياخدش الصبغة بالHNDE، يعني لا بيبقى بيزوفيليك ولا أسيدوفيليك. لكن وجوده بكمية محترمة حوالين النيوكليس، بقول عليها جاكستا نيوكليار، جاكستا يعني بجانب النيوكليس، وجود الجولجي جانب النيوكليس ها بيسيب لي منطقة فتحة حوالين النيوكليس. فتحة يعني ايه؟ يعني ما بتاخدش الصبغة بالHNDE، لكن المنطقة دي بتقولك انا هنا في جولجي موجود بكمية كبيرة لكن انا ما خدتش الصبغة بالHNDE، فالمنطقة دي بقول عليها نيجاتيف جولجي ايمج. فيعني ايه كلمة نيجاتيف جولجي ايمج؟ معناها ان المنطقة اللي حوالين النيوكليس دي في منها جولجي بكمية كبيرة، بيقولك أنا هنا هو جولجي موجود كتير لكن أنا ما باخدش الصبغة بالHNDE، فبظهر كمنطقة فتحة ها وسط الدارك بيزوفيليك سايتوبلازم بتاعي. اتفقنا؟ فإذا بالإلكترون مايكروسكوب هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن البلازما سيل من نفس عيلة الفايبروبلاست اللي هي إيه؟ عيلة عبد الواحد، اللي هي إيه؟ اللي هي البروتين سينستايزينج سيل. وبما إن عيلة عبد الواحد كلها واحد، فهتلاقي الخلية مليانة على عينها على عينها بالراف اندوبلازميك ريتيكولم، هتلاقي فيها جولجي كبير لكن برضو مش هلاقي سيكريتوري جرانيولز. ومعنى ان انا مش هلاقي سيكريتوري جرانيولز انها زيها زي الفايبروبلاست بتطلع الكونتنت بتاعها ها بالكونستيتيوتيف اكزوسايتوزيس، بتكون المنتج وتطلعه فريش وقت الحاجة اليه من غير ما يتخزن جوه سيكريتوري جرانيولز. سيكريتوري جرانيولز، اتفقنا شباب؟ دي كده مقارنة عملتها لكم ما بين التلات أنواع من مسل ماكروفيج بلازما سيل، هسيبها لو حد عايز ياخدها سكرين شوت. كده احنا خلصنا ونروح للسؤال بتاعنا، بيقول What is the function of the opposite cell in the diagram؟ ايه وظيفة الخلية دي ها اللي موجودة قدامك في الرسمة؟ ودي زي ما قلت قبل كده من نوعية الأسئلة المركبة، اللي هو لازم انت تعرف الصورة الأول عشان تقدر تجاوب على ايه؟ على السؤال. فإذا أول اختيار هل وظيفتها السنسز اوف انتيبوديز، تاني حاجة سيكريشن اوف هيستامين اند هيبرين، تالت حاجة فاجوسايتوزيس اوف فورين بارتيكلز، ورابع حاجة فورميشن اوف ذا ماتريكس جراوند سبستنس. الإجابة الصحيحة هي ها ها ها، برافو عليك، هي الإجابة الثالثة. ليه؟ هي الخلية دي مين يا جماعة؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. خلية شكلها غير منتظم، طالع منها إيه؟ بروسيسز كده. خلية ليها نواة كبيرة كده شكلها إيه؟ كدني شيب، شبه الكلية وإيه؟ ومحدوفة كده ناحية الطرف. خلية فيها سيتوبلازم مليان على عينه بإيه؟ ها؟ بالحاجات المدورة دي اللي في منها أسود وفي منها جري وفي منها أبيض. يبقى أنا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن مين هنا؟ بتكلم عن الماكروفيج بالسودوبوديا بتاعتها، بالأرج إكسنتريك كيدني شيب دي نيوكلياس بالنيوميرس لايزوزومز اللي موجود في السيتوبلازم.
يبقى إذن وظيفتها هل تكوين الأنتي بودي؟ لا والله دي وظيفة البلازما سيل. هل السكريشن بتاع الهستامين والهيبرين؟ لا والله دي وظيفة الماست سيل. هل فورميشن للماتريكس جراوند سابستنس؟ لا والله دي وظيفة الفايبروبلاست. يبقى إذن وظيفتها على طول أنا معوضة إيه؟ فاجوسيتوزيس لإيه؟ للفورين بارتيكلز. مهم جدا في الامتحان النظري ها إن أنت تبقى عارف الرسومات، لأنها بتيجي كتير جدا جدا، مش بس امتحان العملي، لا كمان النظري. اتفقنا شباب؟ كده نبقى خلصنا. ثانك يو، ونشوفكم مع تالت ايه جزء في محاضرات الكونكتيف تيشو.